السبب الوحيد يلي نزلت على بيروت بأربع آب هو إنه كان عنا موعد مع زميلتي داني ببيتها بالجميزة. كان الموعد الساعة 6 بالجميزة عندها. وصلت عند داني وقاعدين على البلكون عم نحكي. شوي بتلاقى أول انفجار 6:08 يمكن 6:07. فهي دغري خافت وبتعرفي اللي عايش الحرب يمكن عنده هالريفلكس انه تنفوت لجوا. قلت لها يلا واصل بس انه بدي اشوف شو عم بصير بس. وطلع تاني انفجار بس تاني انفجار طلع بقوه رهيبه. شفته يعني بعد لهلا بذكر كيف عم بكسر كل شيء على طريقه انه ما عندي كان هالسرعه هالريفلكس تدغري فوت يعني تقدرت افهم شو عم بصير تأبرم وفكر اف لازم فوت لجوا. تأخرت شوي. يمكن غبت عن وعي شي سنتين لما ثلاثة ما بعرف بس وعيت كنت على الأرض جوا. وأكيد أول شي عيطت تشوف داني وهي عم بشوف هي انجرحت كمان بس أقل مني. وأنا الوجع كان رهيب يعني بس بالأول ما بيعرف الواحد شو عم بيصير. وقت اللي إجي داني بفتكر شايف الدغري إنه أنا مش عارفين شو عم بيصير. والدم عم ينزل كتير يعني. بس كنت واعي. قررنا انه لازم ما فينا نضلنا هيك يعني. قالت لي فيك تمشي. قلت لها يلا بدنا نمشي تنروح دغري. بقى ساعدتني ونزلنا هي تاني طابق نزلنا الدرج الاسانسير مفلوع. تفكرنا انه شو بدنا نروح على الاوبيتال بالجميزي اللي 300 متر ماشي نوصل ونشوف الطريق انه الناس عم بيمشوا يلي ماسك راسه والزيز والكل شيء على الارض شيء بخوف. كان وصلنا على المستشفى ما في مستشفى ما في شيء. شوي واصلة موبيلات صغيرة يعني أنجأ بتساعه. اللي شو عصاي طلع دغري. قلت بس نحن اثنين طلعوا. صرنا ثلاثتنا على الموبيلات وعم بيعمل زيكزاك بين الأزاز. وصلنا لمستشفى مستشفى الروم نفس الشيء ما في حدا ما في شيء. ساعتها بفتكر اتنينتنا بلشنا نخاف انه انا عم بنزف دم كتير ومش عم نعرف شو نعمل والضايع الطاسي يعني. بقى هي دبرت الحكيم اجا قطبني قطب كل شيء فوت العين وقطبها وخلصني يعني. كتير كنت مروح دم وقت اللي كنت ناطر اول حكيم ودقيت لولادي انا شو الخوف كان انه ينقطع التليفونات وهن يعرفوا شو صار تلفنت لهم تقول لهم انه انا منيح بس الغلطة انه قلت لهم انه انصبت. قلت لهم انصبت بس كل شيء تمام وسكرت التليفون وبعدين رحنا بألف شغلة. سو مضوا هال ساعة ساعتين ما بيعرفوا. في منهم قالوا لي يلي فكروا فيه وقت اللي سمعوا شو صار يا ريت صارت لي وما صارت له. اليوم مشاني هو هيدا هو كيف تأثروا هالأشخاص انه الأشخاص كيف هن عاشوها يعني. اليوم وقت افكر هي هيدي الشغلة اصعب شيء لي. تعودت بهالمرحلة هيدي انه كون ديبندنت على الأشخاص يلي حوالي. بفتكر هاي اول مرة هن بيهتموا فيه لهالدرجة يعني. ما يخلوني انه ابني الكبير كان يقعد يطبخ ابني الصغير يروح على الفرماشية يجيب الاشياء. فظيعين شو اهتموا فيه انه انا لهلأ انه لا انا بعمل كل شيء. سو حتى هيدي حلوة كتير انه الواحد يقدر يقبل انه الاشخاص اللي بحبها هن يهتموا فيه بس مش هيني.